بالعودة إلى كارثة الدرنة، ينضم إلينا من المدينة مراسل العربية محمد مسعود. محمد، مرحبا بك مجددا. كنت سألتك عن أحوال وأوضاع المدينة الآن بالنسبة لسكان في المناطق غير المتضررة، وماذا أيضا عن جهود انتشال الجثث وكيفية التعامل مع الجثث مجهولة الهوية حتى؟ نعم خالد، الوضع في المدينة يبدو منقسم على شقين أو جزئين. هناك مجهودات إعادة الإعمار أو عودة الحياة التدريجية لبعض المناطق الغير متضررة في المدينة، كمسح للطرقات وفتح المسارات وإعادة الإنارة، وأيضا فتح بعض المحال التجارية بعد ما كان هذا الأمر في الفترة الماضية مستحيل أن ترى أي مظاهر للحياة داخل المدينة باعتبارها مدينة منكوبة. ولكن الآن يبدو أن هناك مجهودات من قبل الحكومة أو حتى قيادة الجيش من أجل عودة حياة تدريجية لبعض المناطق. أما فيما يتعلق بباقي المناطق التي تضررت جراء هذه الفاجعة، فإن عمليات انتشال الجثامين وجثث من داخل هذه المناطق مستمرة حتى هذه اللحظة. الآن فرقة الإرقاف تقوم بالتنسيق فيما بينها وترميز المدينة أو مناطق المدينة الخمس أو ست مناطق إلى رموز وأكواد معينة يتم معها البحث بدقة داخل كل منطقة. بعد ذلك تقوم الفرق باستبدال المواقع أو تبديل المواقع فيما بينها. منذ يوم الأمس وحتى الآن يبدو التركيز واضحا خالد على المناطق الساحلية أو على ساحل المدينة، باعتبار أننا نتحدث على كارثة وفاجعة بمعنى الكلمة. منازل بالكامل ومباني وسيارات بها مواطنون هرعوا إليها من أجل الهرب من هذا أو الهروب من هذا الفيضان وهذه الكارثة. غمرتهم المياه بسبب الفيضان وقوة المياه إلى غاية شاطئ البحر، فبالتالي لم تطفو جثثهم حتى اللحظة بسبب وقوعها إما تحت المباني أو داخل منازلهم بكل أسف، أو حتى تحت سياراتهم أو بداخل السيارات. فبالتالي تتجه جهود الإنقاذ إلى ساحل المدينة الآن أو حتى على ميناء المدينة مع استمرار تحويل الطوافات أو المروحيات التي أتت عبر جسور جوية من عدد من الدول للمشاركة في هذه الجهود المبذولة حاليا، أو حتى من قبل الضفادع البشرية وفرق غوص من قبل مجموعة من الدول للمساعدة في هذه المجهودات ومحاولة مسابقة الزمن من أجل انتشال ما يمكن انتشاله من جثامين، خاصة بأن ما يتم انتشاله في اليومين الماضيين هي جثث متحللة بالكامل بسبب المياه. شكرا جزيلا لك محمد مسعود مراسل العربية من درنا.